فيش ميسي، فيش رونالدو، يعني الوحيد اللي عنده فرصه انه يقرب شويه هو توماس مولر طبعا، مهاجم المنتخب الالماني. والمانيا قدمت، لسه كنت بقول، قدمت مهاجمين عظام. النهارده هنتكلم طبعا، مش ممكن افوت يعني، مش بعد كل المتابعه دي مش ممكن افوت قرعه بطوله الشامبيونز ليج، لكن الكلام اساسا هيبقى بشكل رئيسي على بطوله كاس العالم. وعندي كل فكره عظيمه وعبقريه اتولدت مجنونه. انا عندي النهارده فكره مجنونه، عايز ضيوفي خالد عامر وفاروق عصام يساعدوني عليها. بدايه لو انت قاعد في المقصوره يبقى على يميني على طول خالد عامر، بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا خالد. مساء الفل، نور الدنيا. نورك، ربنا يخليك. وطبعا فاروق عصام المتالق دوا، مساء الخير يا روكا. مساء الفل يا احمد، نورين الدنيا. بنورك يا احمد. انا هاجي لكم في الفكره، هم طلبوا مني اديهم تفاصيل كده عشان يحضروا قبل الهوا، بس قلت لهم لا، ازاي، نو واي، ما تحصلش ابدا. خلينا بسرعه جدا نعدي. طبعا مصر وبلجيكا لازم تبقى حاضره، يعني انا اعتبر مباراه مصر وبلجيكا تعويضا عن اللقاءات اللي كنا المفروض نشوف فيها منتخب مصر في بطوله كاس العالم، بس ما علينا. تعالوا نروح الاول للتشامبيونز ليج ونشوف القرعه والصدمات الناريه والقاتله وتوقعاتكم لمواجهات دور ال 16. تعالوا نشوف القرعه، افكركم بالقرعه اسفرت عن ايه. انا طبعا مش فاكر من القرعه حاجه غير ميلان. عندك طبعا توتنهام، ميلان توتنهام، وطبعا الماتش اللي احنا مستنيينه بايرن مانشستر سيتي. تمام. وفي هي القرعه هي. عندنا ليفربول مواجهه، يعني مش عارف ايه حكايه ليفربول والريال في السنين الاخيره. يعني احنا النهارده حتى ترانسفير ماركت عامله احصائيه على القصه دي، ست مواجهات، خمسه فوز لصالح ريال مدريد وتعادل وحيد، فمحدش عارف طبعا يعني المواجهه السابعه هتسفر عن ايه. مين اقرب من وجهه نظركم ليفربول في ظل الريال؟ الوضع الحالي ليفربول اعتقد انه الاقرب ممكن يكون ريال مدريد في ذل الوضع الحالي اللي هو التذبذب الغير منطقي. خد بالك ليفربول مع الكبار السنه دي مادي، مادي في كل الماتشات، بس يعني بيجي قدام الكبار باستثناء نابولي ومان يونايتد. مان يونايتد برضه، بس يعني لا، انا اعتقد انه الكفه قد تميل اكتر سنه زياده لريال مدريد، خاصه بعد التصريحات اللي كان قالها محمد صلاح في نجمنا طبعا الكبير محمد صلاح قبل مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا النسخه الماضيه. الثأر والانتظار والكلام ده كله، حاجة غريبة في الصورة يا خالد، واخد بالك منها؟ القيمة التسويقية، القيمة التسويقية، القيمة التسويقية ليفربول، من امتى ليفربول أعلى من ريال مدريد؟ أعلى من ريال مدريد، أو من امتى في فرقة في العالم أعلى من ريال مدريد؟ ده حقيقي، ده نقطة غريبة. معلش حضرتك أكمل. لا 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 خالص خالص. حتى طلع ساعتها فيديوز لو حد فاكر، إنه لعيبة ريال مدريد كانت بتقول إن هي بتنزل التمرين بتقول تعالى صلاح، يعني احنا مستنيينك زي ما انت مستنيينا، احنا كمان مستنيينك. وفي بعض التصريحات مديرين فنيين او لاعبين قبل الماتشات الثقيله بتبقى بطاريات شحن للفريق المنافس. بالظبط، يعني هي الفكره. بس جوزيه كان بيعمل الحكايه دي كتير على فكره، مانويل جوزيه مع الاهلي. وعلى فكره جوزيه كان بيعملها بالناحيتين، يعني احيانا يهبط الايقاع خالص، يقول لك لا ده المنافس اقوى مننا وهو خلاص خد الدوري و و و، واحيانا يعلي الريتم خالص. لا، ده اللي ممكن يقوله في اللونج، يعني ممكن يقوله قدام صحافه وسائل الاعلام، لكن في الغرف المغلقه لا لا، في الغرف طبعا وقعت الصفاقسي في نهائي نهائي دوري ابطال افريقيا. لا انا ما بتكلمش في الغرف المغلقه، في الغرف المغلقه كان بيبقى كسبان سته مباراه الاهلي والزمالك الشهيره وبيبقى زعلان، وبيبقى زعلان بالظبط كده. فلا انا ما بتكلمش على الغرف المغلقه، انا بتكلم انه احيانا التصريحات بتبقى يعني بعيدا عن مانويل جوزيه، رجوعا تاني ريال مدريد ومحمد صلاح، التصريحات احيانا بتبقى عامل ايجابي، وفي كثير من الاحيان اللي هو تصريح مش محسوب بيبقى عامل سلبي، زي ما حصل في ماتش ريال مدريد وليفربول. تمام، انت قلت الريال. انا ريال، ريال متفق. خلينا نشوف، نقول ان في شهر فبراير بعد كاس العالم احنا معانا فتره طويله جدا ما تضمنش ايه اللي هيحصل. وفي حاجات كتير جدا هتتغير، مستوى الفرقتين هيتغير، ونتائج كاس العالم هتاثر سواء بالسلب او بالايجاب على المباراه. سواء لو في نجوم من الفرقتين حققوا البطوله طبعا هيفرق كتير في مستواهم، في لعيبه كتير اعتقد ان هو اغلب التشكيلتين موجودين في كاس العالم مع منتخبات كبيره. فالمستويات الفنيه هتختلف. على الورق دلوقتي ريال مدريد افضل، ريال مدريد اجهز، ريال مدريد لياقته البدنيه افضل، بنشوف في المباريات كلها بنفس المستوى، مستوى ثابت، عكس ليفربول اللي فيه تذبذب كبير في الماتشات مقارنه بالماتشات الاوروبيه بالمباريات المحليه. وليفربول اوروبيا اقوى، ولكن ضد الكبار خسر من مانشستر يونايتد، خسر من نابولي، برضو مستوى متذبذب. لكن في فبراير الوضع هيبقى مختلف تماما، يعني الفرقتين فرقتين كبار، بس على الورق حاليا ريال مدريد هو الافضل. طيب نروح نرجع تاني للقاءات، مواجهات دور ال 16. بي اس جي
بي اس جي في مواجهه بايرن ميونخ واحد نهائي مبكر. دي مباراه مباراه ممتعه. توقعاتك؟ لا صعب جدا صعب جدا صعب جدا. بس يعني بي اس جي كفيته اتقل السنه دي، كفيته اتقل. بس هو لو الثلاثي اللي قدام نيمار وميسي ومبابي في حالتهم، ما اعتقدش ان في فرقه على مستوى العالم تقدر توقفهم. لكن بقيه الخطوط هو البايرن افضل، سواء خط الوسط او الدفاع. بالنسبه لي انا شايف ان بايرن ميونخ افضل. فالماتش صعب جدا، لكن يعني البي اس جي السنه دي هو ناويها. يعني المواجهات اللي ممكن تبقى متوازنه اخد رايكم فيها سريعا جدا، بنفيكا في مواجهه كلوب بروج. اعتقد بنفيكا. بنفيكا متفق فاروق. بنفيكا. بروسيا دورتموند في مواجهه تشيلسي فاروق. تشيلسي. تشيلسي. نابولي في مواجهه اينتراخت فرانكفورت. فرانكفورت طبعا. لا صعب. صعب. لا قلت بس اشوف انت معايا على الخط. لا طبعا هيكمل اللي بعيد قوي في البطوله. طب ناخد ده بقى مع خالد. خليه مع فاروق. لا انا اصلا عارف ان انت توتنهام في مواجهه توتنهام خبراته الاوروبيه في الوقت الحالي، خبرات لاعبيه الاوروبيه في الوقت الحالي تسمح له ان هو يكون الطرف الافضل. متهيألي توتنهام اقرب للفوز. وانتونيو كونتي كمان عارف ميلان كويس جدا طبعاً. جدا السيتي في مواجهه لايبزيج. السيتي. ما هذا السؤال؟ السيتي طبعا. ايه الضحكه دي؟ استني مني اجابه مختلفه طبعا. وعلى فكره الماتش اللي هيبقى متوازن لحد كبير جدا ماتش بورتو والانتر، لانه الانتر متذبذب جدا في الاداء بتاعه. سيميوني برده مش عارف يحط ايده على المفاتيح بشكل صحيح. وبورتو في الدوري في البطوله الاوروبيه، سيبك من الدوري البرتغالي، في البطوله الاوروبيه بيأدي بمستويات مش متوقعة. النسخة الماضية والنسخة دي بيأدي بمستوى مش متوقع. فالماتش ده بنسبة كبيرة هيكون ماتش متكافئ، مش هيبقى وان سايد جيم للإنتر زي ما كل الناس متوقعة يعني. طيب احنا كان معانا تشكيلة تشكيلة دور المجموعات. شوف التشكيلة اللي تم اختيارها. أنا عايز أشيد بحارس بورتو دييجو كوستا. هو حارس قادم بقوة في الكرة الأوروبية، وهو الحارس اللي بالنسبة لي كان مثالي في دور المجموعات. أنا أهم حاجة إنه صلاح في التشكيلة. يعني ليفربول يعاني بلا نقاش. هو هداف البطوله، واحد من افضل اللعيبه في دور المجموعات. ساديو ماني يمكن الناس اتكلمت ان هو مستواه اتاثر مع البايرن، لكن انا كنت شايف ان هو بيقدم مباريات جيده جدا، واحنا جايين له في كاس العالم والاصابه اللي اتعرض ليها لسوء الحظ الكبير. فتشكيله اعتقد كانت منطقيه. بس في كتير من الاسماء ممكن تبقى مش من نجوم صف اول. هم كلهم تقريبا مش نجوم صف اول. لا يعني جود بيلينغهام، امبابي، ميسي، صلاح، كل دول اسماء. لا خط الدفاع كله خط الدفاع كله مش نجوم صف اول. مش نجوم صف اول. خط الوسط في واحد بس اللي مش نجم صف اول، الباقي ماني، بيلينجهام، صلاح، الثلاثه نجوم صف اول. وبعدين قلنا عندك لعيبه نابولي بقى. ميسي. بس انا عندي صحيح يعني انا عندي نقطتين، لا ثلاث نقط. واحد، لعيبه نابولي فين؟ اثنين، لعيبه بايرن ميونخ فين؟ العلامه الكامله في دور المجموعات 18 نقطه من 6 مباريات، الفوز في 6 في مجموعه الموت. النقطه الثالثه وهي الاهم، مع احترامي وكامل تقديري لديوجو كوستا ولفاروق اللي معجب بديوجو كوستا، بس فين مينيوليه؟ مينيوليه اكثر تصدي للكرات في دور المجموعات. حارس كلوب بروج مؤهل كلوب بروج في مجموعه كان من المتوقع ان كلوب بروج ممكن يحتل فيها المركز الاخير. ازاي هي غالبا فرقه كلوب بروج بعد السيزون ده هتتفركش. موست بروبلي. هتتفركش طبعا. مش هيقدروا يقاوموا. فهي بس نابولي، بايرن ميونخ، ومينيوليه كنت ممكن اطعم بيهم التشكيل ده. طيب محدش ينكر ومحدش يختلف على انه احنا بنستنى بطوله كاس العالم، سواء كنا يعني طبعا بنفضل ان احنا يبقى منتخب مصر مشارك فيها، بيبقى ليها طعم تاني خالص. حتى يعني ده كرنفال بيحصل كل صحيح. 4 سنين مره، فالناس كلها بتبقى قاعده مستنيه. لكن انا دايما عندي مشكله مع البطوله دي. يعني ببص لبطوله دوري ابطال اوروبا من ناحيه الكواليتي، بشوف افضل لاعبين على مستوى العالم من كل صحيح. القارات موجوده في البطوله دي. كاس العالم مش دايما ده بيحصل. وبالتالي انا هقول لكم، ودي الفكره او دي التركايه، ازاي يحصل؟ انا مش عارف ازاي يحصل. لكن ممكن مثلا كمان 20 30 50 سنه يفكروا يطوروا او يعملوا قانون جديد يخلوا اللعيبه اللي اتحرمت من المشاركه في كاس العالم تشارك. يعني تعال نبص كده، انا ممكن النهارده بحاول ابني فريق ممكن ينافس على البطوله دي، بطوله نايس. كاس العالم فريق ما تاهلش اساسا، او اصحابه او افراده منتخباتهم ما تاهلتش للبطوله دي. فلو الفريق ده موجود، لو الفريق ده موجود، ازاي ممكن يبقى في طريقه بحيث ان هم يشاركوا؟ اللي هو كومبايند لاين اب كده. بالظبط كده. زي انا 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 لقيت 5 واحترت في 5 زي فيفا اكس اي كده. لما بيعمل لك المنتخب اللي بتاع كده. فانا قلت مثلا لو انا عندي في خط الهجوم، خط الهجوم كان سهل جدا بالنسبه لي، احط على الشمال خفيتشا، واحط على اليمين صلاح، واحط ايرلينج هالاند في القلب. تمام. وفي النص عندي 2 مهمين، انا هوظف هنا رياض محرز كصانع العاب. حلو. وهحط جنبه ماركو فيراتي. جميل. واحط في حراسه المرمى
جان لويجي دوناروما. مش عاجبك؟ مش عاجبني طبعا. اه طبعا الخائن العميد مش عاجبني طبعا. لا بس انت عندك حراس مرمى كتير جدا ممكن يا حراس المرمى سهل قوي ممكن تيجي. هل ممكن تكملوا لي التشكيله؟ كنا نحط محمد الشناوي. ممكن نحط انا بشوف الشناوي عالمي بصراحه. اه حارس عالمي الشناوي عالمي هو مان اوف ذا ماتش في كاس العالم واحسن لاعب في افريقيا بالظبط. اه حلوه اللعبه دي عجباني. بس هو اسمه ايه اشرف حكيمي هيلعب مع المغرب؟ مع المغرب. لا المغرب اتاهلت. آه هيلعب مع المغرب. في بن ناصر في الجزائر ممكن يدو قطعا. بن ناصر في خط النص. اسماعيل بن ناصر في عندك ايطاليا كلها ما اتاهلتش اساسا يعني. يعني انا طلعت بس هو عفوا هو برضو احقاقا للحق الجيل بتاع ايطاليا الحالي اللي هو اللي بطل يورو عشان بس ما كنتش متناقض في كلامي اللي هو بطل يورو. لا ممكن تقول جورجينيو مهم ممكن تقول فيراتي بس مش احسن واحد في مركزه يعني. انا من وجهه نظري ومش عشان ميلان والله العظيم بس عشان الامكانيات الفرديه الحاليه بالنسبه للاثنين لو قارنت جورجينيو باسماعيل بن ناصر مين فيهم يكسب؟ اسماعيل بن ناصر وانت مرتاح جدا فاهم قصدي؟ فهو لعيبه ايطاليا دلوقتي فرديا هم مش الافضل في مراكزهم. في افضل منهم جورجينيو هتلاقي واحد افضل منه انسيني هتلاقي واحد افضل منه دوناروما مش كتير افضل منه الصراحه عشان ما ابقاش كذاب يعني. بس لا بس احنا ممكن نلعب اللعبه دي ونلاقي هتقولوا لي سيبكم جدا هنقفل الحلقه بال. طب انا بقى بمناسبه الافكار السؤال بقى الثاني. لا لسه في افكار جديده. لا مش افكار جديده. هل ممكن مثلا يسمح في البطوله جايه او يعني في نسخه ثانيه انه عشان المتعه تكتمل ويبقى لما من السنه البطوله اربع سنين بنشوف فيها اهم الاسماء والنجوم تاخد بالك ده غير الغيابات بسبب الاصابات. عندنا نجوم اخرهم ساديو ماني اللي بيتقال انه مش هيلحق يعني. فهل ممكن نشوف مثلا انه لو في افريقيا بيتاهل خمس منتخبات او بعده كده بقوا 10 منتخبات مثلا من حق المنتخبات الافريقيه دي انها تختار لعيبه في افريقيا مميزه ما بتشاركش تلعب في صفوفها؟ هل ده مطروح؟ عايز اقول لك لويس انريكي اتكلم في القصه اللي انت بتتكلم فيها دي وده بجد يعني مش هزار. مش كلام بقى التطوير اللي احنا اتكلمنا عن ارسن فينجر يقعد معانا وكده. لا لويس انريكي قال ليه ما يتسمحش بسوء انتقالات ما بين المنتخبات. يعني ليه ما يبقاش اللاعب يحق له انه يغير منتخبه وقت ما يريد. يعني هو مثلا خلاص انا منتخب مثلا هالاند لان طموحه مع النرويج مش هيكمل ومش هيتواجد في بطولات كبيره. ليه لا ما يتسمحلوش ان هو يلعب مع منتخب تاني ويختاره زي الانتقالات بالظبط ما بين الانديه. على فكره بيحصل طول العمر يعني. جورج ويا في افريقيا مثلا كان واحد من اهم اللعيبه على مستوى العالم وخد جائزه الافضل. راح مسيرته في ليبيريا راحت كلها في ليبيريا وما قدرش يعمل حاجه مع منتخب ليبيريا. شيفتشينكو مثلا في اوكرانيا. لا لا وكتير جدا وكتير جدا واسمه راين جيكس. راين جيكس واحد اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ الكوره وما لعبش كاس عالم. دايما مصطلح جنسيته ظلمته دي موجوده في الكوره. فاحنا ممكن لو انت عملت انتقالات حتى لو فتره زي في كره اليد كده اعاره للبطوله يلعب يحصل في كره اليد فعلا. اعاره للبطوله ويلعب البطوله ويسيبها بس يعرف البطوله ده على مستوى الانديه. على مستوى الانديه طبعا انا بتكلم لو عملته للمنتخبات كاعاره في المنتخبات اعتقد هيبقى في تنافس كبير وهيبقى في زي الافكار الجاذبه دايما للجيل الشباب. لا وكواليتي الكوره بقى هنا انت بتتكلم على يعني كل نجوم العالم موجودين طبعًا. في البطوله ما فيش البطوله احنا كجمهور مش محرومين من متعه البطوله بقى لما تبقى 64 منتخب اعتقد يعني مش هتحتاج بقى الموضوع ده لان هيبقى فيه كميه ماتشات كتير جدا كميه لعيبه اعتقد اغلب لعيبه العالم هتبقى موجوده لان لو لعيب بعد ما ضعفوا الرقم في امريكا وما تاهلش منتخبه فانت لا تستحق انت منتخبك التواجد يعني انت خلاص انت خدت بدل الفرصه يعني بدل الفرصه يعني مش هيوصل يبقى صعب جدا يعني دلوقتي بياخد 16 فرقه من اوروبا لو هناخد مثلا 24 فرقه من اوروبا وايطاليا مش من ضمنهم يبقى الغي الكوره يعني خلاص الغي الكوره في ايطاليا بقى خلاص العبوا كريكت اي حاجه فاهم قصدي. هو معاه حق جدا بعد زياده المنتخبات اعتقد ان بس هل زياده المنتخبات دي في صالح التنافس في البطوله ولا لا؟ هتدي الفرصه للعيبه ان هي تتواجد. بص في انا شايف ان زياده المنتخبات عدد المنتخبات دي مستهدف منها عوائد اقتصاديه اكتر بكتير جدا من لكن مش مستهدف منها كواليتي الكوره اللي بتتقدم او المنافسه بتاعه البطوله. يعني هل هيجي علينا الوقت ان احنا نفوت ماتشات في كاس العالم ونقول مثلا ده كوستاريكا بتلعب هندوراس فمش هنتفرج؟ ما اعتقدش يعني كاس العالم ده انت ممكن تتفرج على كل المباريات كلها لكن انت بعد كده لما تلاقي بقى كوستاريكا بتلعب هندوراس وايران بتلعب المكسيك او ما اعرف ماتشات يعني قليله ممكن تفوت فيها ماتشات كتير. طيب هنشوف البطوله. عندي سريعا معاكم على رايكم في مواجهه مصر وبلجيكا. يلا شايفين ده ازاي؟ بلجيكا واحده من اللي بقت من القوى العظمى النهارده شئنا ام ابينا اختلفنا متفقنا. فريق محترم جدا في اهم اسماء على كل المستويات رايحين كاس عالم بعد ايام. انت طالع تقابل واحد من اقوى المنتخبات شايف اللقاء ده ازاي؟ شايف فرص مصر فيه ازاي؟ شايفين كمان نجاح لو هنقيم نجاح فيتوريا في لقاء بالصعوبه دي يبقى بناء على ايه؟ فاروق
فاروق، انا كنت من المحظوظين اللي تابعت مباراه هولندا وبلجيكا الاخيره. المنتخب البلجيكي ما كانتش ممتعه خالص، وكانت مباراه يعني فيها رتابه كبيره وممله شويه. المنتخب البلجيكي هو منتخب قوي ومصنف، ولكن حاليا هو بيمر باضعف فتراته من سنين كتيرة. الجيل الذهبي اللي موجود للمنتخب البلجيكي خلاص اغلبه تخطى ال 30. بنتكلم على لعيبه زي كيفن دي بروين، ايدن هازارد، تيبو كورتوا، الدرفايرلد، اكسل فيتسل. كل اللعيبه دي عدت ال 30 سنه، واعتقد ان بطوله كاس العالم الجايه هتكون البطوله الاخيره بالنسبه لهم. فالجيل حاليا كاداء كمان هو اقل كتير من الماتشات اللي فاتت. لكن البطوله اللي جايه هم محضرين لها، وروبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي بيتكلم ان البطوله اللي جايه هي الفرصه الاخيره سواء بالنسبه له او بالنسبه للجيل ده. فالمنتخب هيحضر للبطوله بشكل قوي جدا، ماتشات الوديه اللي قبل البطوله هتبقى قويه جدا. روي فيتوريا على الجانب الاخر هو الاختبار الاول والمهم بالنسبه له. هو اعتقد ان انت لعبت قبل كده منتخبات كانت اقل كتير في المستوى من منتخب مصر، لكن انت بتلعب منتخب هو نقدر نقول ان هو اعلى كتير في المستوى من منتخب مصر. ولكن عهدنا دايما منتخب مصر بيواجه الفرقه دي ما بيخاف. شفنا ضد البرتغال قبل كده كان المنتخب المصري ند بند لكريستيانو رونالدو والجيل اللي تفوق وخد يورو 2016. فاحنا المباراه دي مستنيين متعه. المنتخب مش مطالب منه اي شيء غير ان هو يقدم المتعه، واعتقد ان خلاص ان الاوان ان احنا نتخلى بقى عن الافكار شويه الدفاعيه اللي احنا عرفنا بيها في الفتره الاخيره، ويبقى في شويه افكار هجوميه، نشوف جمل، نشوف اداء جيد من اللعيبه، ما حدش عليه ضغوط. بلجيكا اقوى ولا كوريا يا خالد؟ بلجيكا. بلجيكا اه لا ديفينتلي بلجيكا. يعني ماتش بكره اصعب من ماتش كوريا 100%. الظروف اختلفت. الظروف اختلفت لانه بقى في استقرار فني اكتر، في مدرب الناس مقتنعه بيه، فهو عنده دعم جماهيري، عنده ظهير جماهيري يترجم في ارض الملعب، يترجم جدا في ارض الملعب. بص انا متفق تماما في كل كلمه فاروق قالها، لانه المحك الاساسي مش انه انا عايز العب عشان اكسب عشان خاطر لا، انا عايز العب عشان ابني شخصيه اللعيبه. أيوة. بمعنى المحك الوحيد للحكم على من وجهه نظري على الماتش ده هو ازاي شخصيه اللعيبه هتتعامل مع شخصيه اللعيبه البلجيكيين في ارض الملعب. في فارق كبير جدا في الاسماء، مش بقول في الكواليتي، الكواليتي بتاعنا انا دايما مقتنع ان احنا الكواليتي بتاعنا محتاج بس ايه، عامل زي الدايموند كده، محتاج بس احنا عندنا الكواليتي، بس عندنا فرق شخصيه في الاسماء. لما تلاقي ان انت بتلعب هازارد ولا بتلعب لوكاكو ولا بتلعب ميرتنز ولا بتلعب عدد كبير جدا، فاروق لسه قايل جزء منهم يعني، وهو عدد صغير جدا من الكم السكواد يعني. الكبير الشخصية ازاي لما انزل كمدافع كمحمد عبد المنعم كالوينش كأي حد انزل قدام لوكاكو. يا ريت دول كانوا موجودين والله. طبعا يعني يا ريت بالظبط. انا بتكلم متولي كمان، انا بتكلم يعني قلت الاسماء ديت باعتبارهم الاسماء الاساسية في منتخب مصر. دي مشكلة للريفيتوريا برضو. طبعا يعني طبعا، بس برضو ستيل بس خط دفاعه وفي مشكلة عنيفة جدا. بس هو خلي بالك من حاجة، انه مصائب البقاء من عند قوم. المشاكل دي عند فيتوريا هتسمح له ان هو يشوف وشوش جديده، ان هو يتعرف على تشكيله جديده، ان هو يدخل عناصر جديده في المنتخب. كل خساره ليها فوائدها. احنا خسارتنا انه ده ماتش ودي في الاول وفي الاخر. بنحكم على عايزين نطور شخصيه اللعيبه ونطور طريقه اللعب والكلام ده كله، عايزين نحكم على اللعيبه، اللعيبه مش موجوده هنحكم على غيرهم. خلي بالك انه بلجيكا هتخش المباراه بمنتهى الجديه. بلجيكا في مجموعه بتضم كرواتيا وكندا والمغرب. طيب تعال نروح للمدرسه بتاعت المغرب. تعال نروح هم بيلعبونا عشان المغرب بالظبط يعني كده. هم بيلعبونا عشان شمال افريقيا، فهم هيخشوا المجموعه لانه المغرب اكتر من كندا كمان لحد ما الصوره ما تجهز. المغرب اكتر من كندا منافس قوي على المجموعه. هي كرواتيا انا شايف مجموعه يعني كنت بقول في بدايه الحلقه المغرب والسعوديه الاثنين عندهم فرص. انا متخيل ان المغرب هي رقم واحد في الافارقه والعرب اللي طب قبل ما اروح للمجموعات يعني هاخد رايكم مجموعات، هل في منتخب عربي او منتخب افريقيا فاروق شايف انه يقدر يروح لبعيد في البطوله دي؟ السنغال طبعا. السنغال للاسف خبر انا بالنسبه لي انا كان حزين، لان انا بحب ساديو ماني وعلى المستوى الشخصي هو واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم. لعنه الاصابه غريبه جدا، وهو يمكن بيدفع ضريبه الالتزام ان هو لاخر لحظه موجود في الملعب. في لعيبه ثانيه موجوده واسماء كبيره بتهرب من انديتها وبتتحجج بالاصابه وهي سليمه عشان تتواجد في كاس العالم. لكن ميسي مش ميسي. ميسي موجود يعني، يمكن كريم بنزيما هو اللي طالته انتقادات كتير. اخر خمس ماتشات لعب 30 دقيقه بس، كان ماتش سيلتيك نزل فيه في الشوط الثاني وهو سليم، لكن هو بيقول انا حاسس ان انا مش سليم او عندي وجع.
مع ان هو طبيا والفحوصات كلها اثبتت ان هو سليم، لكن هو بيقول ان هو مش سليم. فساديو ماني بيضحي ويتواجد في مباراه ضد فيردر بريمن، مباراه في الدوري الالماني هي تكرار لماتشات كتير في السيزون. ممكن بس اقطعك هنا وازود على نقطه كريم بنزيما، بما ان احمد كان لسه بيتكلم على ميسي. ميسي عملوا معاه انترفيو بيقولوا له انت زعلان من قله مشاركتك مع باريس سان جيرمان، بتزعل لما المدرب بيخرجك؟ قال لهم اطلاقا، انا كل دقيقه بقعدها على الدكه هي فايده ليا عشان كاس العالم، انا مش مهتم خالص بالموضوع ده. فهو انا متفق، خد بالك اللقب بالنسبه له مهم جدا، يعني برضو انك انت تكون اسطوره وما تجيبش كاس عالم لبلدك. لا هو مش مهم جدا، يعني هو الاهم على الاطلاق بالنسبه لميسي دلوقتي، ومفيش بعد كده خلاص يعني. خلاص يعني خلاص. فلو منتخب افريقي هيبقى نهائي كاميرون والمغرب، والكاميرون هتاخد البطوله. يمكن ده كان تصريح كوميدي لسامويل ايتو. هنوقف ثانيه بس نروح نتابع اخبار مباراه الاهلي وسبورتنج في دوري السله. معانا زميلتنا سالة حامد هتقول لنا، وهي طبعا متابعه المباراه من بدايتها، واحنا وقفنا عند كانت النتيجه 15-13 لصالح سبورتنج. طمنينا ايه الاخبار، ايه النتيجه، وتقول لنا سير الماتش عامل ازاي سالة. طبعا برحب بيك زميلي احمد، وطبعا بضيوفك الكرام الاستاذ خالد عامر والاستاذ فاروق صلاح، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن زي ما انت قلت طبعا زميلي احمد انه المباراه انتهت بالنتيجه دي، ولكن دي كانت نتيجه الكوارتر الاول طبعا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. يمكن انتهت كمان الكوارتر الثاني، ولكن انتهى بالتعادل الايجابي ما بين الفرقتين، وكانت النتيجه 31-31 لصالح النادي الاهلي ولنادي سبورتنج. يمكن زي ما انت قلت كمان انا كنت متابعه المباراه كلها سواء الكوارتر الاولاني والثاني، وحاليا يعني الفريق يعني بيقوم ببعض الاحماءات زي ما انت شايف ورايا طبعا على الملعب في فتره البريك اللي ما بين الكوارتر الثاني والثالث. ويمكن يعني كان في اداء متميز يا احمد ما بين الفرقتين سواء نادي الاهلي او سبورتنج. يمكن نادي سبورتنج ضاغط كمان في الاداء شويه على النادي الاهلي، الاثنين دارسين بعض كويس جدا سواء نقاط الضعف او القوه اللي عند الفرقتين، فالاثنين كانوا جاهزين جدا للمباراه. يمكن ده اللي ادى انه المباراه تنتهي في اول كوارتر وثاني كوارتر بالتعادل الايجابي بنتيجه 31-31. كمان خليني اقول لك ان بيغيب عن المباراه النهارده يعني ثلاثه من النادي الاهلي، ايهاب امين وسيف سمير ومحمد طارق خيري. يمكن طبعا ايهاب امين بسبب الاصابه، وسيف سمير ومحمد خيري يمكن مستر اجاستي بوش مقرر ان هو يريحهم شويه عشان طبعا يستعدوا بشكل اكبر لبقية المباريات من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة رجال. وكمان خليني اقول لك انه الفريق المرتبط 16 سنة رجال يمكن فازوا على نادي سبورتنج في المباراة اللي كانت الساعة 4 بنتيجة 79-71. يمكن يعني دي كانت الاجواء لحد دلوقتي زميلي احمد من داخل صالة امير عبد الله الفيصل، طبعا مباراة الاهلي وسبورتنج مباراة الذهاب في الدور الثمانية من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة رجال. شكرا سالة، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الاهلي بيعرف دايما يفنش وبيقدر يعني صاحب نفس طويل زي ما اتعودنا دايما باذن الله يقدروا يحسموا المباراه لصالحهم. بشكر زميلتي العزيزه ساره حامد من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر الاهلي في الجزيره، وهنتابع طبعا معاكم الدقائق اللي جايه اخر تطورات المباراه. ارجع لفاروق، انا عايز اقول لك حاجه بقى بمناسبه فاروق صلاح، اصل احنا زميلنا هنا في القناه فاروق صلاح، انا حتى صلاح شخصيا في الاول متعود دايما فاروق صلاح فاروق صلاح، فلما جت فاروق عصام الاثنين على نفس في الوقت عشان كده. بس طيب. احنا كنا بنتكلم على تصريح سامويل ايتو اللي هو تصريح انا بالنسبه هنلعب الفن اللي احنا هنلعب النهائي الكاميرون. قال ان احنا نتاهل نص النهائي نلعب السنغال، لما بيتكلموا على الكره الافريقيه وهي تقدر تقدم ايه في كاس العالم، قال ان احنا نص النهائي نلعب السنغال وهنتاهل للنهائي نقابل المغرب وهناخد البطوله. فيمكن هو انا جاي اهزر جاي اهزر بالظبط من ساعه ما مسك الاتحاد، وتصريحاته غريبه وشفناها في بطوله الامم الاخير. فلو اتكلمنا عن المنتخبات الافريقيه، انا مش مرشح منتخب لابعد من دور ال 16 بصراحه، سواء في افريقيا او منتخبات عربيه. لكن السنغال لو كان موجود سانديو ماني انا اعتقد ان هو المنتخب الوحيد اللي كان ممكن يوصل ربع النهائي. غير كده مجموعه اعتقد تونس كمان مجموعه يعني في المتناول شويه، لكن اداء المنتخب التونسي والعناصر اللي موجوده في المنتخب على فكره منتخبات برضو كتير جدا، يعني لو نتكلم على افريقيا مصر طبعا، كوت ديفوار، الجزائر، كاميرون، الجزائر، المغرب، لا كاميرون المغرب راح يعني بلجيكا هتلعب المنتخب المصري وهي بتلعب المغرب في كاس العالم، وبتلعب منتخب هو اقوى منتخب المغربي لان هو كسب المنتخب المغربي في بطولة الامم الاخيره. فهم بالنسبه لهم هو تحدي كبير، واعتقد مباراه هم عارفين كويس امتى المنتخب المصري. واحنا كمان تاريخنا معاهم يعني عنيف، يعني احنا على طول دايما بنكسبهم. طيب خلينا نروح للمجموعات نشوف رايتكم ليها، وهنشوف هل في مجموعات سهله وفي مجموعات ناريه، هل في فرق ضمنت التاهل على الرغم انه كاس العالم. جروب اي قطر طبعا البلد اللي بيستضيف البطوله، مع الاكوادور، سنغال من افريقيا، وهولندا.
اثنين عايز منك انا مش اتنين. عايز اقول توقعات لان انا بقول التوقعات الاثنين التانيين بيصعدوا بس انا اعتقد انه الاقرب للتاهل هولندا اولا، الثاني هيبقى ما بين السنغال لقوه السنغال وما بين قطر عشان الاجواء والارض وبتاع. تفتكر الجمهور بما انه اول مره في دوله عربيه يفرق مع الفرقه العربيه المشاركه؟ يفرق جدا طبعا. طبعا وبعدين في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم ان كل الثوره القطريه اللي حصلت في الاخر على المنتخب بتاعهم والتطوير الكبير هو عشان نتيجه واحده وهي البطوله دي، كاس العالم. فدي الفرصه بقى بالنسبه لهم انه يطلعوا كل اللي كسبوه في السنوات الاخيره يعني. فاعتقد هولندا وقطر يعني. فانا هروح مع ملعبه واعتقد في تصفيات اوروبا، في لعبوا في تصفيات اوروبا ولعبوا في كوبا امريكا. انا اروح مع قطر برضو. بس لو السنغال لو ساديو ماني كان موجود، او حتى لسه ما اتاكدش 100% ان هو هيغيب عن مش 100% كلها. بس لو كان موجود انا كنت ارشح السنغال مع هولندا في المجموعة. مع هولندا مجموعه بي عندنا انجلترا، مجموعه سياسيه من الارض. ام هارونا الكوره مالهاش علاقه بقى بالسياسه، نتفرج ونشوف بالسياسه. اول ما حصلت حرب روسيا واوكرانيا كله بقى سياسه، كله بقى سياسه. وستوب انفيجن ومش عارف بس ايه. بس ايه المجموعه دي صحيح؟ انجلترا ايران امريكا ويلز. وانجلترا ويلز مع انجلترا وامريكا مع ايران. ارشح فيهم مين؟ انجلترا امريكا. انجلترا 1-0 1-0 1-0 ضربه جزاء وكورنر وضربه جزاء كعاده اليورو. لا بس انجلترا اتغيرت كتير برضه. ما تنكرش انجلترا اتطورت في السنين الاخيره. بص هو التطور الوحيد ردا بس يعني على يعني المسابقه بتاعتهم. خد بالك البريمير ليج دي زمان كانت حاجه ما تتفرجش عليها يعني، ما كانش فيها لا كوره ولا لا بس لا 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 بس في ظل قوه الدوري الانجليزي كان بيظل المنتخب الانجليزي ما بيقدمش يعني في ظل لامبرد وباكام ورودي. ده مش هيحصل بين يوم وليله برضه خالد. مش هيحصل بين يوم وليله. النهارده عندك جيل يعني، ما اقول لك مثلا جود بيلينغهام، لما اقول لك مثلا سانشو. ايه شكرا ان انت بدات ببيلينغهام. الاختلاف الوحيد من وجهه نظري دلوقتي انجلترا مختلفه عن انجلترا 2006. ليه؟ انجلترا 2006 كان لعب كلاسيكي معتمد على الاسماء اكتر من معتمد على التوظيف بتاعهم في الملعب. فبتلاعب لامبرد وبتلاعب جيرارد جنب بعض في الملعب والاثنين بيلعبوا نسخه نفس الخط الاصلي من بعض. دلوقتي لا، دلوقتي انت عندك خط الوسط فيه تعدد في الوظائف. عندك واحد زي جود بلنجم يعرف يلعب في كل مراكز خط النص، عنده الحلول الفرديه مميزه، عنده الزياده الهجوميه مميزه، بيعرف يدافع كويس وبيعرف يزيد كويس. فالتنوع اللي عند منتخب انجلترا دلوقتي في وجود على الرغم من كل الانتقادات اللي بتطوله ساوث جيت، اللي قادر ان هو يتعامل مع الشباب الصغيرين ويطعم المنتخب بيهم ويعمل لهم روتيشن كويس وتوظيف كويس في الملعب. شفناه سيمي فاينل كاس عالم، فاينل يورو. اعتقد انه هيكمل على نفس المسيره بالجيل المميز لمنتخب انجلترا. انا مش مع ساوث جيت خالص بصراحه. شايف ان هو انجلترا تخرج بدري بقى. ممكن تخرج بدري. هو الضربه الوحيده هو ريس جيمز اعتقد اللي هو برضه من لا ووكر بن شلول. ووكر مش هيلعب. بن شلول ووكر ممكن يلحق. بن شلول مش هيلحق. مش هيلحق برضه. مجموعه انجلترا عايز اتكلم عن المنتخب الامريكي. المنتخب الامريكي هو بيعد منتخب للبطوله القادمه على ارضه. المنتخب هو اصغر منتخب في معدل الاعمار في تاريخ كاس العالم. منتخب اكبر واحد فيه يمكن كان بوليزيتش لاعب تشيلسي اعتقد. وهو منتخب شاب وواعد، وهتبقى تجربه كويسه ان احنا نتفرج على المنتخب الامريكي، وهو المرشح للتاهل مع انجلترا في المجموعه دي. انجلترا وامريكا من وجهه نظرك بالظبط. انجلترا امريكا ايران ويلز. يا ويلز طبعا بعيده قوي. تمام. طيب نروح لجروب سي. وجروب سي هنا معانا ارجنتينا طبعا واحده من المرشحين لللقب، معاهم المملكه العربيه السعوديه، ومعانا المكسيك، ومعانا بولندا. This will be tight. يعني انا اشوف الارجنتين وما بين المكسيك والسعوديه. والسعوديه بس السعوديه الجمهور يعني والاجواء بتاعه البطوله تخليني اقول لا كفه السعوديه. وعلى فكره السعوديه عندها منتخب كويس. عندها منتخب كويس جدا. عندها منتخب كويس قوي قوي. هيرفي رينار. طب يعني انت هترشح السعوديه ولا بولندا؟ لا انا هرشح السعوديه. لا انا هرشح السعوديه. انا هرشح بولندا مع الارجنتين. بولندا هتمنى من كل قلبي السعوديه. بس انت شايف انه هرشح ان بولندا اقرب. يعني موضوعيا بولندا اقرب. بالظبط. تمام. طيب نروح لجروب دي، فرنسا واستراليا والدنمارك وتونس. نفس الوضع بالظبط. بس الدنمارك اول مش فرنسا. ايه ده؟ لا انا مش متخيل. فرنسا هتعاني في دور المجموعات. فرنسا دايما المنتخب اللي بيحقق كاس العالم بعديه. يمكن البرازيل في 2002 اللي ما خرجتش من دور المجموعات، لكن بيخرجوا من دور المجموعات بعد ما ياخدوا كاس العالم على طول. الاداء المنتخب الفرنسي الفتره الاخيره، وحتى كان واقع مع الدنمارك في مجموعه دوري الامم الاوروبيه الاخيره. خد بالك كرواتيا كانت في مركز فرنسا ولا ده؟ يعني اقصد اقول ايه، انت بتتكلم على غياب بول بوجبا، بتتكلم على غياب نجولو كانتي،
انا بقول لك في تشواميني، في كامافينجا، الافكار التكتيكيه يعني كانت لازم تتغير. ديديه ديشان كان لازم يمشي، هي الافكار خلاص هي هي بنفس الجيل، انت محتاج الجيل ده ياخد افكار جديده، هو خلاص تشبع بافكار ديديه ديشان، كان لازم افكار جديده تجيله. لكن هو ممكن يتاهلوا للمجموعه معاهم سواء المنتخب التونسي او المنتخب الاسترالي، فهي منتخبات يعني مقارنه بالدنمارك وفرنسا. بس انت قلت غريبه قوي انك قلت الدنمارك، والدنمارك جاي من بعيد يعني على ايه؟ كويس جدا، نص نهائي يورو وكانوا في المجموعه قلت لك مع بعض، نص نهائي يورو كده يعني زي ما اليونان خدت اليورو. لا لا بس كان أداء، اليورو اداء جيد، وحتى استمروا في الاداء ده زي ما بقول لك في التصفيات وفي دوري الامم الاوروبيه، تفوقوا على فرنسا في المجموعه، يمكن تصدرتها كرواتيا وبعد كده الدنمارك بعد كده فرنسا في المركز الثالث. فانا مرشح الدنمارك للصداره. الدنمارك وفرنسا، اتمنى طبعا تونس صعب على حساب اي حد فيهم، مش فارقه معايا، بس الواقعيه بتقول الدنمارك وفرنسا. مجموعه صعبه على التوانسه يعني، كل التوفيق لمعلول ورفاقه في البطوله. هنروح للمجموعه الخامسه جروب اي، عندنا برضو مواجهه هتبقى صعبه جدا واعتقد محسومه، معانا اسبانيا، معانا كوستاريكا، معانا المانيا، معانا اليابان. اعتقد اسبانيا المانيا، ولكن لا تامن مكر كوستاريكا، لان كوستاريكا في البطولات اللي بتتلعب بره اوروبا ولنا في البرازيل عبره كانوا عاملين بطوله عظيمه. ايوه عملت مفاجآت بصراحه، مجموعه كان فيها ايطاليا وانجلترا بالظبط كده. فلا يعني الواقعيه برضو بس برضو يعني اسبانيا المانيا لا احترم مين فيهم اول ومين فيهم ثاني. اعتقد اسبانيا، اسبانيا أول. انا شايف المانيا مش في افضل حالاتها السنه، ولا اسبانيا بس اسبانيا افضل من المانيا. بس لا تامن هانز فليك مدرب كويس جدا وبيحضر للبطوله بقاله فتره طويله. خد بالك المانيا بتفتقد واحد من اهم اسلحتها في البطوله دي، اللي تعودنا دايما يعني. تعرف كنت مش كنت بقول لك المانيا طول عمرها ولاده، ارجع كده بالتاريخ هتلاقي دايما في نجم تقيل بيقود الفريق، شخصيه الليدر مايكل بالك، كلينزمان، رودي فولر، كلوزي، بس هم عندهم لوثر ماتياس، عندهم ليدر وليدر سخيف كمان، مش ليدر عادي. رايس؟ مولر مولر ما بحسوش قوي بصراحه يعني، كاركتر ما حصلش. انا بكرهه من كل قلبي ولكن هو كاركتر ما حصلش. مش بكرهه، هو من نوع اللعيبه اللي تستفزك طول الوقت في الملعب. وانا يعني اللعيبه دي قد ما بحترم مجهودهم في الملعب وبحترم اسمهم، ولكن بيعصبوني جدا. في حاجه ظريفه قوي، مش رومينيجي، مش وعندهم نوير، وعندهم لا عندهم عندهم كذا كذا ليدر يعني. في حاجه ظريفه قريتها النهارده عن المنتخب الالماني، عملوا تصويت تيمو فيرنر بالمناسبه مش موجود، عملوا تصويت للشعب الالماني، الدي مانشافت اللي هو الاسم اللي سموه بعد ما خدوا كاس العالم، وتباهوا جدا باسم الماكينات، وان هو بقى اسم رسمي بيتباع بيه العلامه التجاريه للمنتخب الالماني بعد النتائج الاخيره للمنتخب الالماني والتراجع الكبير في المستوى. تخيل الاتحاد الالماني عمل استفتاءات على دي مانشافت، وان احنا هل احنا نستحق ان احنا نلقب بالماكينات ولا لا؟ الشعب الالماني قال لا ما نستحقش وسحبوا. ده رسمي النهارده الاتحاد الالماني نزل بيان رسمي وسحبوا لقب دي مانشافت الماكينات مننا لحد ما احنا نرجع نستحق اللقب ده تاني. والله شوف الحماس، ده محترم جدا. تخيل هم بيقولوا للعيبه ان انتوا الجيل دلوقتي محتاجين تثبتوا نفسكم ومحتاجين ترجعوا الاداء، سيبك من النتائج، الاداء تاني. دايما بتبتدي على المستوى الفردي او المستوى الجماعي انك تكون صريح مع نفسك. طبعا مهم جدا تبقى صريح مع نفسك، تبقى عارف مشكلتك فين وتبقى عارف عشان تصحح ده ازاي. يعني احنا بقالنا من 90 بصراحه مش عارفين يبقى في لحظه صراحه مع النفس. طيب نروح للمجموعه اللي بعدها يلا. قبل ما نروح للمجموعه بس ردا على الاخر كلمه بس، انا شايف الجهود الاخيره سواء لاتحاد الكوره او رابطه الانديه او كل المرتبطين باللعبه فيها صراحه مع النفس، بدانا هو نقول احنا فين مشاكلنا وبنحلها ازاي. بدانا نشوف كلاتنبرج، بدانا نشوف ناس يلا بتحاول يلا تعمل حاجه. يلا نتمنى احنا وصلنا لحد فين؟ بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا. بلجيكا وكندا وكرواتيا وانا مش كندا كويسه يعني، كندا يعني كويسه، كندا بره باستثناء الفونسو ديفيز ما اعرفش حد فيها، بس هي متصدره مجموعتها في امريكا الشماليه وكندا. هي اول مره باين تطلع كاس عالم من مش عارف من بالظبط، واداء جيد جدا ومعاه جيل كويس. مجموعتها على ثلاثة تقريبا او أربعة يعني، بس يعني كمنتخب امريكي معروف ان هو بيتصدر ما بيوصلش دايما المنتخب الامريكي، لكن كندا قدرت تزيح منتخب امريكا. كرواتيا بقى الجيل اللي قالوا ان الجيل انتهى ب 2018 والصعود للنهائي، جيل كرواتيا الحالي هو متصدر
مجموعته في دوري الامم على الدنمارك وفرنسا زي ما قلنا، وموجود في المباريات النهائيه. هو جيل اعتقد ان هو تشبع بالخبرات، وانا برشحه مع بلجيكا للتاهل في المجموعه. طبعا من المغرب نتمنى صعب. بس المغرب عندها كتيبه محترمه برضه، يعني المغرب من المنتخبات اللي انا راهن عليها. بس حظها بيبقى وحش دايما في كاس العالم، باستثناء كاس العالم اللي تاهلوا فيه وعملوا نتائج ايجابيه، اعتقد كان 82 او 86. يعني المغرب بعد كده صادفها سوء حظ، والبطوله الاخيره البطوله بتاعت بصير دي كانت 98، كانوا في المجموعه مع النرويج وبرازيل، كان صح؟ جيل كويس جدا. ويمكن البطوله اللي فاتت الجيل المغربي وبصير صلاح الدين الجيل المغربي كان جيل جيد جدا، لكن وقع مع البرتغال، وقع مع اسبانيا، وقع مع ايران في مجموعه قويه جدا، وخرج بعد نتائج ايجابيه واداء جيد. لكن المجموعه صعبه يعني، بلجيكا وكرواتيا. ايوه انا عمال ادور لكم على في واحد تاني اسمه بيوكانن. بيوكانن ده لاعب خط وسط في منتخب كندا، اتفرجوا عليه، ده بيلعب في كلوب بروج. اوكي. لاعب عنده 23 سنة مميز. احنا ممكن الأسبوع الجاي نعمل عشان نلحق نكمل آخر مجموعتين. أبرز عشان أنا معايا أبرز الناس الأسبوع الجاي. برازيل، صربيا، سويسرا، والكاميرون. تسع نقط مضمونة. برازيل والكاميرون. الكاميرون؟ لا صربيا. صربيا لا الكاميرون مش بقى الكاميرون. ده أنا حاطط صربيا في نص النهائي، الورقة لسه معاها. هاخد البطولة، عايز أخرجها. صحيح. أنت هتهزر. لا صربيا هتبقى مفاجأة البطولة دي مع البرازيل. مع البرازيل. يعني مش على عودة فاروق عصام، صربيا هي حصان أسود. تسع نقط للبرازيل وستة لصربيا. تمام. أنا شايف برازيل كاميرون. تمام. جروب اتش أو المجموعة الثامنة عندها البرتغال، غانا، أوروجواي، وكوريا الجنوبيه. مش محتاجه خالص. ده البرتغال اوروجواي. لو في افضل تواليت البرتغال تحب قوي افضل تواليت وتاخد البطوله بعد كده، لكن مفيش افضل تواليت فهي البرتغال اوروجواي. البرتغال اوروجواي. على كل الاحوال ده كده يعني من على وش الارض. عايزين ناخد بقى، هنمشي معاكم في الفتره اللي جايه مجموعه مجموعه، ونشوف اهم النجوم اللي بتشارك، مين نجم كل بطوله بيتولد معاها نجمها. وفي على فكره نجوم بتيجي من بره الصندوق، يعني في بطولات نجمها بيتولد فيها ما كناش عارفينه مسبقا. فهنفرد معاكم ورقنا ونتكلم معاكم في كل المجموعات، ونقول لكم تستنوا ايه. وكاس العالم خلاص بيقرب، نتمنى انكم تستمتعوا بيه، وجبه بنستناها كل 4 سنين مره. فنتمنى ان شاء الله تكون بطوله قويه، ولكنها الاكيد هتكون بطوله على مستوى عالي جدا من الرفاهيه. نتمنى نشوف البطوله في افضل شكل ممكن. بشكر ضيوفي فاروق عصام، خالد عامر، نورتوا الدنيا زي ما اتعودنا منكم كل يوم 4 في 6، وان شاء الله هتقابل كتير الفتره اللي جايه عشان نتابع بقى قصه كاس العالم. بشكركم على المتابعه، تحياتي لكم.